اليوم زيارتنا إلى محافظة البصرة الفيحاء ضمن المنهاج الحكومي والبرنامج الحكومي للاطلاع على سير الخطط العسكرية والتنسيق ما بين القيادات العسكرية، قيادة عمليات البصرة وقيادة شرطة البصرة وقيادة القوات البحرية والقطاعات الموجودة، كذلك تنفيذا لأمر سيد القائد العام المحترم حول تخصيص أراضي للعسكريين في محافظة البصرة. الآن التنسيق جاري مع السيد المحافظ على أعلى المستويات، وعمليات الإفراز تبدأ قريبا إن شاء الله. لدينا 3000 دونم ضمن قيادة عمليات البصرة وتخصص العسكريين من أهالي البصرة. أي سؤال؟ مع الوزير يعني إذا بدنا نقطة نظرة لعام 2023 بعد ما أقرت الموازنة، وين تبدون تركزون عملكم خصوصا فيما يتعلق بحماية المناطق الحدودية؟ نعم، حضرت السؤال حول المناطق الحدودية. الحدود من واجبات وزارة الداخلية، الأخوة هم ماسكين الحدود، لكن احنا العمق لوزارة الداخلية في كل القطاعات، في كل القواطع عفوا. الآن هم داخلية مركزين على دفع جزء من قيادة قوات الحدود في منطقة كردستان على الحدود التركية الإيرانية. أيضا احنا إذا احتاجونا أو أمرنا القائد العام موجودين نكون عمق لوزارة الداخلية في هذه المناطق. حول خطتنا، احنا عندنا كالمعلن وعلناها في عدة مرات، ذاهبين إلى تقوية أسلحة الدفاع الجوي في مجالات الكشف والمعالجة، وكذلك تقوية القوة الجوية وطيران الجيش في مجال صيانة الأسلحة الموجودة لدينا والصيانة بشكل عام، وتعزيز قدرات الجيش العراقي إن شاء الله في الأمد القريب. طبعا انتم مراقبين وتشوفون هذه المنطقة ذكرتها حضرتك، تكثر بها النزاعات العشائرية والدقات العشائرية والقتول وجرائم الجنائية. القوات الموجودة بدأت فعلا وعدة عمليات نفذت، والرقم اللي سمعناه رقم كبير جدا في مجال مكافحة الجرائم، والأسلحة المضبوطة أيضا رقم كبير جدا، تختلف عن مقارنة عن السنين السابقة بشكل كبير.